اهلا بكم مره تانية، وتعالوا النهارده فيديو سريع جدا احاول اعرف حضراتكم طريقه بسيطه جدا وسهله نقدر نستخدمها في عمل فصل الالوان للارت ورك اللي موجود عندنا. لو احنا احتاجنا ان احنا نطبعه مثلا على تيشيرت سريع بطريقه السلك سكرين، نستخدم فيها الوان الطباعه على الاقمشه. قبل ما انسى، حاول تنزل تعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوف مع بعض كده. لو رحنا على الاليستريتور، طبعا احنا هنتكلم عن برنامج الاليستريتور وازاي انا اقدر استعمله في عمليات الفصل اللي احنا بنتكلم عليها دي. فلو رحنا بسرعه جدا على الاليستريتور، هنا هنلاقي عندي ادي الارت ورك. انا فتحت الارت ورك، مفيش اي مشكله. الارت ورك دوت انا كنت راسم فيه عندي حوالي تقريبا ما يخرج من 5 الوان موجودين هنا، بما فيهم طبعا الابيض اللي موجود هنا. ده الابيض ده لو انت هتحتاجه يكون موجود معاك يطبع على الوان غامقه تيشيرت او ما الى ذلك، فتقدر تستعمل اللون الابيض. او لو ما كانش، فانت المفروض انك هتفرغه وتستغنى عن الفيلم ده خالص عشان التصميم نفسه هيبان بلون القماشه من المساحات دي اذا كان هي هتطبع على قماشه او على تيشيرت لونه ابيض. تعالوا نخش هنا كده. انا عندي الخطوه الاولى اللي انا هعملها بعد ما فتحت الارت ورك اني هفتح البانل الخاصه بسواتشز وهفتح البانل الخاصه بالسيبريشن بريفيو. بنفتحهم منين؟ بنروح عند ويندو، ومن ويندو هندور على سيبريشن بريفيو، فهندور عليها عند حرف الاس هنلاقيها موجوده عندنا اهي. وكمان هروح تاني على ويندو وهدور على سواتشز، يبقى برضو عند حرف الاس دور على سواتشز. السواتشز مفتوحه بالفعل عشان قدامها علامه صح زي ما احنا شايفين كده. كل اللي انا هعمله بعد ما فتحت السيبريشن بريفيو والسواتشز اني هبدا واحده واحده كده. هنبدا واحده واحده مع بعض نشوف ازاي انا اخلي البرنامج بتاع الالستريتور يعرف مساحات الالوان دي موجوده فين بالظبط على التصميم. فكل اللي احنا هنعمله ان انا جوه هستعمل السواتشز عشان اعرف البرنامج الالوان دي ممكن تكون موجوده في انهي مواضع. فاللي انا هعمله ان انا اخش كده على الارت ورك بتاعتي، همسك الشيب دوت، وبعدين ممكن ناخد اللون من الشيب ونحطه هنا، هنسحبه من الكالر باليت اللي موجوده عندي واحطه هنا. وانا كده اضفت اول لون. عندي لون تاني اهو موجود هنا في المساحه دي، فبرضه هسحبه واحطه هنا. بعدين عندي لون تاني موجود هنا برضو بنفس الكيفية، هسحبه واحطه في المكان ده. طبعا نكبر كده شوية، هو التصميم العميل ممكن يكون جايبهولي بالطريقة دي. انا عندي هنا في لون موجود تاني في الاظافر الموجودة بتاعت الدب ده، فممكن اخد اللون كمان واضيفه هنا. طبعا انا لو هقترح عليك انك تضم الالوان دي شوية، فهنقول ان احنا ممكن نستعمل لون تاني في اللون في المنطقة بتاعت الاظافر دي، ومش لازم انا احط لها لون جديد لان المساحه صغيره جدا. لكن احنا هنشتغل على الارت ورك زي ما هو جالنا، مش هنحاول ان احنا نغير عليه ولا نعدل فيه اي حاجه بناء على طلب العميل اللي مديني التصميم بتاعه. طب انا كده حطيت الالوان، فاضل لي بس اللون اللي هو البني الخاص بالتحديد. بنفس الكيفيه هسحبه واحطه هنا كده. طيب المرحله دي انا يا دوبك عرفت البرنامج او طلعت باليتة الالوان اللي موجوده عندي، هم كام لون اللي موجودين في الارت ورك بتاعنا ده. طيب كل اللي انا محتاج اعمله اني امسك اللون ده وامسك المساحه دي وامسك المساحه دي، باخد كل المساحات اللونيه اللي موجوده عندي. حاول طبعا بقدر الامكان اني ما انساش اي مساحه من المساحات اللونيه اللي موجوده عندنا. وبعدين هضغط كليك عشان كلها تاخد نفس اللون، عامل دبل كليك هنا وغير اللون دوت. لما اخش على سواتش اوبشنز اغيرها لسبوت كولر وسمي اللون بتاعك دوت مثلا كافي، اي اسم سميه اي اسم انت تكون عارفه. اوكي اتحول عندي. لو ناخد بالنا كده هنا العلامه اللي موجوده او المثلث اللي موجود تحت السواتش دوت معناه ان دوت بقى سبوت كولر ما هواش بروسيس كولر. طيب نرجع بعد كده نشوف المساحه اللي بعدها، وليكن مثلا اللون ده اهو. انا همسك برده كل مساحاته بالطريقه دي، وبعدين ادوس كليك على اللون عشان كلها تاخد نفس اللون، وبعدين ادوس دبل كليك على اللون عشان اخش على السواتش اوبشن، ومن السواتش اوبشن احول الكولر تايب الى سبوت كولر، وبعدين اغير اللون هنا او اغير اسمه اخليه اي اسم زي ما احنا شايفين كده، واقول له اوكي. خلاص اتغير وظهر عندي الايكون بشكل السبوت كولر، يبقى كده انا اتاكدت انه اتحول لسبوت كولر. هناخد بعد كده اللون ده وبرده مساحاته هحاول احددها كلها زي ما احنا شايفين اهي بالطريقه دي، حتى كمان المساحات الصغيره اللي هي الداخليه قوي دي برده هحاول احددها. بعدين اضغط كليك عشان تاخد نفس درجه اللون، دبل كليك عشان تخش على السواتش اوبشن، حول الكالر تايب الى سبوت كالر، وبعد كده ابتدي غير اللون دوت وتسميه مثلا اوف وايت، ايا كان اي اسم انت سميه زي ما انت عايز.
سميته بالاسم بتاعي، فاضل لي اللون اللي موجود في الاظافر. هبتدي امسك اللون اللي موجود في الاظافر او المساحات اللي موجوده في الاظافر مع شيفت وكليك، هبتدي اجمعهم كده مع بعض. انا بعمل كده ليه؟ عشان كلهم ياخدوا نفس الدرجه مره واحده، ما اقعدش احدد كل شكل واروح اديله لون. دبل كليك على اللون عشان اخش على السواتش اوبشنز بتاعتي، وبعد كده احوله لسبوت كولر، وبعدين اغير اللون ده وتسميه مثلا اورنج، اي حاجه، اي اسم انت عايزه ابتدي ضيفه. اوكي، كده فاضل لي اخر حاجه هو فقط اللون الخاص بالاوتلاين البني. فانا كده حددت اللون من بره، وبعدين هضغط شيفت واخد كمان الحواجب دي عشان هي مرسومه في الشيب لوحده، وبعد كده هديها نفس درجه لون البني، ودبل كليك عشان اعمل ديت سبوت كولر، وبعدين هبتدي اروح هنا كده واغير اللون ده واسميه مثلا براون. اوكي، كده انا خليت كل الالوان الموجوده عندي هي عباره عن الوان سبوت كولر، دي اللي موجوده في القائمه بتاعت السواتشز. طبعا انا لغيت كل الالوان اللي موجوده في السواتشز عشان بس ابقى شايف انا بشتغل على ايه، ما يبقاش في عندي مجموعات الوان تانية تعمل لي مشكله وتخليني اتبرجل وما بقاش عارف ايه الالوان اللي انا بشتغل بيها في التصميم اذا كان في الوان تانية قريبه منها. فخلاص انا كده ما فيش عندي اي حاجه ظاهره خالص باستثناء الالوان اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طبعا تقدر تروح على البريفيو، الاوفر برينت بريفيو هنا من السيبريشن بريفيو، افتح هتلاقي كل الالوان موجوده عندك اهي، بس دوت لما نكون بنشتغل على السي ام واي كي. لكن ايه في السي ام واي كي؟ هتلاحظ عندك ان المساحه دي مش باينه، وده معناه ان انا ما لونتهاش بنفس درجه اللون، يبقى انا محتاج دلوقتي ان اقف على المساحه دي لوحدها واديها درجه اللون بتاعتها. كده اتلونت معايا، وفي كمان هنا جزئيه كده برضو دي محتاجه انها تتلون معايا بنفس درجه اللون اهو. طيب نرجع تاني نشوف بقى، لو انا دلوقتي كان عندي برضو مساحه هنا صغيره كده، ممكن دي تكون عايزه تاخد نفس درجه اللون ده، يبقى انا براجع التصميم بتاعي لما اقفل السي ام واي كي وراجع ان الالوان بتاعتي متوزعه في كل اماكنها، مفيش لون تاه منه او مفيش مساحه تاهت منها اللون اللي احنا محتاجينه في التصميم بتاعنا. فبكل بساطه دلوقتي تعالوا نشوف كده مع بعض، انا هقفل كل دول، ده كده البراون، اتاكد من ان كل المساحات بتاعتك وكل الخطوط بتاعتك باينه ومفيش اي مشكله خالص، يبقى كده انت شغال ورسمت كل الاجزاء الخاصه بالبراون او المساحات الخاصه بالبراون. اقفل ده وشوف الكافيه، والكافيه برده نفس الموضوع، متلون كل اجزائه موجوده مفيش اي مشكله، خلاص يبقى انا كده ماشي مظبوط. شوف الهافان نفس الموضوع، شوف الاوف وايت نفس الطريقه احنا شايفينه هنا اهو، شوف الاورنج بتاعنا اللي هو موجود في الاظافر وهو موجود في المنطقه دي، يبقى كده انت شغال كويس جدا مفيش اي مشكله. افتح دول تاني وبعدين ابتدي اقفل الاوفر برينت بريفيو. احنا كده خلصنا من اللي احنا محتاجينه من القائمه الخاصه او البانل الخاص سيبريشن بريفيو. طيب هتقول لي دلوقتي احنا عملنا ايه لما عرفنا البرنامج كده؟ اقول لك بكل بساطه ان انت مش هتبقى دلوقتي محتاج انك تحط دولت في كل لاير لوحدها، او تاخد المساحه دي تعملها كوبي وتحطها في ارت بورد جديده مثلا وتبدا تطبعها من الاول وجديد. انت دلوقتي كل اللي انت محتاجه ان انت هتدوس على كنترول بي اللي هي اختصار برنت اللي موجوده في قائمه فايل، يعني ممكن اروح على فايل وادوس برنت او دوس على كنترول بي، وانت هنا كده تقدر تخلي الجزء اللي موجود عندك بدل ما هو مثلا كان اي حاجه تانية الطابعة نوعها اي حاجه تانية من الحاجات اللي احنا شايفينها دي كده، انت حولها مثلا على ادوب بي دي اف، ومن ادوب بي دي اف هتختار انت طبعا اللي هو الديفولت. وانا هنا جوه الادوب بي دي اف هبتدي اشوف دلوقتي ادي الجنرال عندي، وفي الجنرال احدد مقاس الورق اللي انا عايز اشتغل عليه، وبعد كده ممكن اعمل اجنور للارت بورد بتاعتي او مساحه الارت بورد بتاعتي. انا دلوقتي عايز اتعامل مع الشكل نفسه، هنا هقول له سكيلنج، اقول له نو سكيل، انا مش عايز سكيل اصلا، مش عايزه يعمل اي حاجه في السكيل بتاعي، يغير اي حاجه في السكيل، احنا محتاجين الشكل يطلع بنفس مقاساته، لان احنا لما كنا بنرسم كنا بنرسم بالمقاسات المطلوبه فعليا للبروجكت بتاعنا. بعد كده روح على الماركس والبليد، تقدر تضيف من هنا اول ماركس اند بليد، يعني تحط كل العلامات بتاعتك. انا ممكن احتاج التريم ماركس او ما احتاجهاش خلاص شيلها، لو انت عايز الريجستريشن ممكن تحطها او تشيلها، ممكن تحط الكالر بار اذا حبيت، ممكن تعمل البيج انفورميشن تخليها. انا بالنسبه لي البيج انفورميشن دي مهمه جدا، الكالر بار دي ممكن استغنى عنها، وكمان ممكن
الريجستريشن دول اخليهم موجودين معايا، والتريم ماركس اشيلها او احط التريم ماركس والغي الريجستريشن. شوف كل واحد طبعا حسب هو بيحب يشتغل على ايه او الطريقه اللي بيحب يشتغل بيها. خلينا نخلي الريجستريشن ماركس كمان موجوده معانا، ونرجع بسرعه كده هنا على الاوتبوت. دي بقى مهمه جدا وانت في الاوتبوت، انت بدل ما تعمل المود بتاعك في الاوتبوت كومبوزيت، اضغط عليها وهات السيباريشن. ولما تجيب السيباريشن خد بالك ان هنا اصبح بيحط لي البرينتر ريزوليوشن، في ريزوليوشن للبرينتر. اذا كان عندك ريزوليوشن معين خاص فانت ممكن تغيره اذا احتجت. ممكن تعمل كونفيرت اول سبوت كولرز تو بروسيس، لو انت كان عندك اي سبوت كولر ممكن تحولها لبروسيس، وده طبعا هيخليني افصل التصميم بتاعي سي ام واي كي بس، وده انسب اكتر للطباعه على الورق او الطباعه الورقيه باسلوب الاوفست. لكن احنا دلوقتي هنشتغل باسلوب السيلك سكرين، وبالتالي انا عايز اشتغل على السبوت كولر مش البروسيس كولر. في عندي الاوفر برينت بلاك، يعني لو عندك مساحات بالاسود ممكن تخليها تعمل اوفر برينت تبقى موجوده على نفس مساحات الالوان بتاعتنا. سيبك من ده كله وخليك معايا هنا في الديكومنت انك اوبشنز. وهنا لو بصينا مع بعض كده هنلاقي ان في عندي بروسيس سيان موجود، وفي عندي البروسيس يلو. طبعا انت ممكن تفتح دول كلهم عشان يطلع لك الافلام بتاعتهم معاك، او انا في اسلوب الطباعه في السلك سكرين انا مش محتاج كل البروسيس كولر، انا محتاج بس ادي الالوان بتاعتي اللي انا كنت ضفتها هبدا الاقيها ظهرت هنا. لو ما كنتش عملت الخطوه بتاعت السبوت كولر اللي موجوده هناك ما كانتش الالوان دي هتظهر عندي هنا اطلاقا. طيب بعد كده ايه اللي انت بتعمله؟ كل اللي انت بتعمله انت بتدوس على برنت، ولما تدوس على برنت هيبتدي يقول لك حدد لي انت عايز تحط التصميم بتاعك فين. انا اخليه مثلا على الديسكتوب وهسميه MMM، هنسميه باي اسم كده ونعمل سيف. لما هنعمل سيف هنلاقي البروسيس بتبتدي تتعمل معانا، ويفتح عندي فايل هنا. وشوفوا معايا كده لما نروح على الديسكتوب او في المكان اللي احنا حفظنا فيه الملف، هنلاقي الملف بتاعي هضغط عليه واحاول افتحه. لما افتحه بصوا معايا كده، ادي عندي لو بصينا هنا كده لما نكبر كده هتبص تلاقي في عندك ادي اسم الملف اللي كنت انا شغال عليه، وعندك ال بي اي اللي هي لاين بير انش اللي هي الشبكيه بتاعتك كام بتاعت الطبعه، وعندك زاويه الميل، وعندك التاريخ اللي انت كنت شغال فيه والوقت، وادي البراون دي اللي هي ايه اسم اللون اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا كنا مسجلينه في السواتشز. انزل معايا كده شايفين بكل دقه طالع معايا اللون البراون لوحده ولون التحديد لوحده. طبعا في علامات الريجستريشن ماركس والتريم ماركس موجود عندي، دي طبعا هتساعدني لما اجي اركب الالوان دي مع بعضها بعد التصوير على الشابلونات اثناء عمليه الطباعه. هننزل كده كمان هنلاقي ادي اللون الكافيه بتاعنا، مفيش فيه اي مشكله ولا اي عيوب. هننزل كمان كده عندك ملف في بي دي اف فيه كل صفحه فيهم فيها الفيلم بتاعك الخاص بالوان، والالوان دي كلها تكون متطابقه تماما ومقاساتها مظبوطه ومفيش فيها اي مشاكل اطلاقا. تقدر انت تاخد كل فيلم من دولت وتطبعه على كلير فيلم او تطبعه على ورق كالك لو انت ما كانش عندك امكانيه. لما هتطبعه هتقدر بكل بساطه تصوره على الشابلونات الخاصه بيه، كل شابلونه يكون فيها لون مختلف. ناخد الالوان دي وبعد كده بدلاله الريجستريشن ماركس والتريم ماركس اللي موجود عندي ممكن اطبعهم مع بعض مره ثانيه. بكده اكون وريت حضراتكم طريقه سهله جدا وسريعه جدا وبسيطه جدا تقدر بكل بساطه تفصل فيها الالوان بتاعتك اذا كنت حابب انك تطبعها بطريقه السلك سكرين. استنوني في فيديوهات تانية، بس قبل ما انسى حاول تنزل تعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويسعدني دايما متابعتكم، واتمنى لكم كل توفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.